في معرض أفريكا بيج 7 الذي يعد من التظاهرات المهمة في مجال الأغذية والمشروبات بجنوب إفريقيا، ويعرض الجناح المغربي الذي يقام على مساحة 150 متر مربع مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات البحرية من أجل إبراز وتثمين غنى العرض المغربي الموجه للتصدير والتواصل بشأن جودة وتنوع ومصداقية المنتجات ذات الأصل المغربي. من جوهانسبورغ نتابع تصريح سفير المغرب بجنوب إفريقيا يوسف العمراني. Morocco is participating in this very important Africa Big Seven with an important delegation. المغرب يشارك في التظاهرة البارزة أفريكاس بيك 7 بحضور وفود تمثل القطاع الخاص والعام بهدف الترويج للمنتجات المغربية خاصة المنتجات البحرية في الأسواق الخارجية. شركات من شمال المملكة وجنوبها، تطوان، الداخلة، العيون، أكادير وأسفي ومدن أخرى، شركات كبرى متخصصة في تصدير هذا النوع من المنتجات إلى إفريقيا حاضرة هنا اليوم بقوة. كما تعلمون إفريقيا تحظى بالأولوية بالنسبة للمغرب، ليس فقط بالنسبة للسياسة الخارجية بل أيضا من أجل دعم الاقتصاد. واليوم أنا جد سعيد لرؤية هؤلاء الشباب والشابات يتفاعلون مع نظرائهم من جنوب إفريقيا. المهم بالنسبة لاقتصادنا اليوم واقتصاد جنوب إفريقيا هو فرص الشغل التي يمكننا خلقها والنمو الذي يمكننا تحقيقه. المغرب يعتبر رائدا في هذا القطاع، وذلك بفضل الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتقوية العلاقات مع جنوب إفريقيا في جميع المجالات، وذلك لبناء جسور التعاون بين البلدين وبالتالي المساهمة في ازدهار إفريقيا. Links of between business people in order to build up a prosperous and audacious Africa.